أكد وزير المالية أحمد كاجيكا أن مصر تتطلع لدور ريادي لتجمع البريكس في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون التي تواجه البلدان الناشئة والنامية. وخلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس، شدد على أهمية اتخاذ إجراءات ومبادرات فعالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة. وأوضح أن إدارة الديون الخارجية تعد عاملا مؤثرا في تحقيق الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يمثل فرصة لتخفيض تكلفة التمويل. وأشار إلى أن مصر تتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوجيه القواعد بدول البريكس لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا.